وللوقوف على ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العراق وأسبابها وتأثيراتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هشام الياور. أهلا ومرحبا بك دكتور هشام. دكتور، ارتفاع غير مسبوق في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية تشهده الأسواق العراقية، كيف تنظرون لهذه الظاهرة التي زادت من معاناة المواطن العراقي وأسبابها؟ مساء الخير. مساء الأنوار. عليكم وعلى المستمعين. حياك الله. يعني الحالة هي ليست مستجدة. نعم. الحالة التي بدأت تأثر على السوق، صح هناك تحسب بارتفاع الاسعار بسبب يعني الاختلالات الموجوده بارتفاع النفط والغاز وما لحقته المحاوله الروسيه، روسيا مع اوكرانيا، ولكن الواقع الاقتصاد العراقي غير منظم وغير مستثمر بشكل يخدم الاقتصاد العراقي والمواطن. فالواردات المتيسره لم تستخدم بشكل صحيح، كما أنما الورقة البيضاء كما يدعون على أساس تضع بعض الحلول لواقع الاقتصاد العراقي ومحاولة تنميه. ولكن الورقة البيضاء أصبحت سبة على الشعب العراقي، زادت من عملية التضخم وارتفاع الأسعار، خلى تراجع في الحركة الاقتصادية، وبالتالي أضعف القطاعات الإنتاجية من مجابهة الإنتاج الأجنبي. في الوقت الذي تبرر بعض حكومات المنطقة تبرر زيادة الأسعار، وزارة التجارة الحالية في العراق تصف ارتفاع الأسعار بالعملية المصطنعة. من يقف وراء ارتفاع الأسعار الأساسية في العراق إذا كانت الوزارة تراها مصطنعة؟ يا أخي، غيرك وحيدة موجودة تلعب بالسوق. يعني عملية تغيير سعر الصرف الدول العملة العراقية، نعم، كان مهيئ لها لبعض نقول بعض الأشخاص أو بعض المعنيين بالقائمين على النظام، استفادوا من خلال فترة رفع تغيير سعر الصرف باستحواذ على مبالغ كبيرة من هذه العملية، وبالتالي كان أثرها على المواطن البسيط بارتفاع الأسعار كانت حادة، واستفادة بعض الأشخاص أو بعض المؤسسات المالية التجار من قبل الأشخاص وفرت لهم قدرة مالية تمكنهم من التلاعب بالسوق والتلاعب بالأسعار والتلاعب في إدارة الاقتصاد العراقي. إذا كانت العملية مصطنعة، فأين أدوات الرقابة وسياسات ضبط السوق من هذه الأسعار التي أنهكت كاهل العراقيين في أيام؟ يا أخي، كيف إدارة كالإدارة العراقية قادرة أن تنظم وتدير العملية السياسية حتى تدير العملية الاقتصادية والسيطرة على الأسعار وانسيابية المواد؟ نعم. أي قدرة على ذلك؟ متى كان تحديد الأسعار ممكن ضبطها من خلال قرارات إدارية؟ هذا كلام غير منطقي وغير واقعي، لأن معظم الاستيرادات إذا كانت خاصة تمثل احتياجات المواطنين والقطاع الخاص، كيف يمكن ستع القطاع الخاص وهم حيتان كبيرة تتلاعب بالسوق كما يتراءى لها؟ مثلا تمكنت أي إدارة أن تسيطر على السوق وتثبت الأسعار، من هي ما هي مؤشراتهم ان هذه الاسعار مناسبه اذا كان قدرتهم على تحديد الكميه الداخله والاسعار المستورد بها من خلال تحويل المبالغ خارج العراق عن طريق البنك المركزي بشراء العمله؟ هذا غير ممكن. عمليه استعراضيه مثل اليوم من خلال اجهزه رسميه تتابع السوق، ماذا تجد السوق؟ اي سعر هو المناسب حتى تتعامل معه؟ ما هي الكميه الموجوده تتناسب مع حاجه السوق؟ هذا تلاعب بالالفاظ ومحاوله ايجاد مبرر لارتفاع الاسعار الموجوده بالسوق.
طيب دكتور هشام، برأيكم هل بإمكان مفردات البطاقة التموينية أن تحد من أزمة الارتفاع الجنوني للأسعار الذي يشهده العراق اليوم؟ يا أخي البطاقة التموينية استقرت على حالة معينة، استقرت على مواد تقدم للمواطن، هذه وضعت السلة كما يدعون أو البطاقة التموينية بالرغم من المبالغ الكبيرة اللي يرصد لها لم تحقق الغرض أو الكمية المزمع توزيعها وبالكميات إلى المواطن. يعني لو تسأل المواطن دائما يشتكي من قلة المواد أو رداءة المواد الموزعة، المبالغ المنمودة للبطاقة التموينية أنا أعتقد هذا المبلغ مو يكفي حاجة أكثر من الحاجة الحالية بالكمية وبالنوعية، ولكن مع الأسف هذه المبالغ التي وضعت بالسابق عند تطبيق البطاقة التموينية بثلث المبلغ إذا ما كان أقل من ما أرصد إليه بالوقت الحاضر، ويمكن للمواطن أن يتبين له كمية ونوعية المواد التي كانت توزع وما هو عليه بالوقت الحاضر. ما يمكن أن تكون هذه البطاقة بديل احتياجات المواطن، خاصة والدولة غير المسيطرة على قدرة توفير هذه المواد الأساسية أو تكون مساعدة لنا من خلال وجود خزين ممكن أن تساعد في التخفيف إذا كان هناك أسعار أو مواد ارتفعت لأسباب إما من منشأ البضاعة، ممكن أن تخلق نوع من التوازن ما بين ما هو لدى القطاع الخاص وما هو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هشام الياور، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو الأفيدين.